مرحبا بكم في حلقة مليئة بالأحداث، وتعود معنا مرة أخرى الناشطة الحقوقية عائشة رحال بأخبار جد سارة تتعلق بنهاية الخلاف المعروف بينها وبين الكولونيل ماجور بيلات جيت بعدما توصلت إلى حل في قضيتها. نبغي نقول لهم على أن مشكل عائشة رحال هي والكولونيل ماجور اللي بيلات جيت هو مشكل وطني جبرنا له الحل داخل المغرب. رحال تحكي أن عنصر من مخابرات البوليزاريو التقى بها في إسبانيا وطلب منها مطالب جد خطيرة والمقابل مبالغ مالية رهيبة مقابل كل خطوة تخطيها مع النظام الجزائري. درابو 50 مليون. باش تهزي درابو 50 مليون مغربية؟ هذه قال لي غير ترفدي العلم ديال البوليزاريو 50 مليون. في هذه الحلقة سنكتشف معا ماذا دار بين رحال وعنصر مرتزقة البوليزاريو، وماذا طلب منها، وما هي الوثائق السرية التي كشف عنها، وكيف كانت ردة فعلها. إذا مرحبا بجميع الإخوة والأخوات، ومرحبا بكم أينما كنتم. معنا الأخت عائشة رحال في حلقة جديدة اللي غادي تخبرنا على آخر المستجدات والتطورات في القضية ديال الخلاف ديالها مع الكولونيل ماجور اللي كنا تكلمنا فيها في مجموعة من الحلقات. الآن معنا الأخت عائشة رحال. عائشة رحال مرحبا بك. مرحبا أخ العالمي، وشكرا على الاستضافة، شكرا القناة ديالكم اللي قناة في المستوى، وما شاء الله أي حد ظهر فيها لا بد يجبر حل للمشكلة دياله لا بد، والحمد لله. أول حاجة الأخت عائشة رحال غادي نطرح لك سؤال فيما يخص القضية اللي ربما تابعها المغاربة عن كتاب، القضية اللي كتخص الخلاف ديالك مع الكولونيل ماجور، اللي كانت القضية كتضمن أول حاجة المسألة ديال التحرش، الخلاف على المستوى ديال النشاط ديالك الجمعوي. فين وصلت هذه القضية مع هذا المسؤول العسكري؟ أوكي، نبغي نشكر في البداية الشعب المغربي لأنه تضامن معايا كثيرا في قضيتي. نبغي كذلك نبغي إن شاء الله يعودوا يتفرجوا فينا الانفصاليون والبوليزاريو اللي بغاو يركبوا على هذا المشكل. نبغي نقول لهم على أن مشكل عائشة رحال هي والكولونيل ماجور اللي بلا جد هو مشكل وطني جبرنا له الحل داخل المغرب دون تدخل أي منبر إعلامي أو أي شخص أجنبي، يعني سمحت له أنه يتدخل لي في هذا المشكل أو يركب لي عليه. كوني صحراوية مغربية منت المغرب ونعدل نفتح مشاكلي داخل المغرب وليس خارج المغرب باش اعداء الوطن ما يستغلوا مثل هذه القضايا. يعني الحمد لله الاخت عائشة رحال كتقولي بان المشكل ديالك والخلاف ديالك مع الكولونيل ماجور تحل بواحد الشكل اللي هو حبي، وودي ايضا وصلتوا ربما للحل النهائي في هذه القضيه. هذه حاليا كاين اخبار كتقول بان كاين بعض الاطراف اللي كينتميو للاعداء الوطن اللي بغاو يدخلوا على الخط ويستغلوا هذه القضيه. وهنا كاين قصه على حسب ما حكيتي لي في الكواليس بان كانت هناك محاوله ديال الاستقطاب ديالك وحاولوا اعداء الوطن اللي هما البوليزاريو انهم يركبوا على هذه القضيه. احكي لنا اكثر على التفاصيل ديال هذه الواقعه، شنو وقع بالضبط؟ اوكي، كوني اتواجد حاليا يعني باسبانيا رفقه ابنائي، لان اصلا اسكن باسبانيا. تبعني مؤخرا واحد السيد من البوليزاريو كان مترصد لي مؤخرا قرب المنزل ديالي، أرادوا استقطابي، بغاو يدوروا يركبوا على قضيتي أنا والكولونيل ماجور. أثبتت لهم كيفاش أراد استقطابك أول شيء، وكيفاش عرفتي أنهم البوليزاريو؟ باش عرفتي؟ نعت لي البطاقة ديالو أنه ينتمي إلى خلية سرية بالبوليزاريو، يشتغل مع المخابرات البوليزاريو. حتى البوليزاريو عندهم المخابرات ديالهم؟ إيه. وشنو شنو شنو قال لك من بعد؟ قال عنه يدور يستقطبني باش نعود يعني نعود عميله ديال البوليزاريو او يعني انفصاليه، كيف خلطانه خيا ومنت وحيدار ولي على الشكل ديالهم. ولكن انا غادي نكون معك اكثر دقه، يعني كيفاش حط لك هو ديك الرساله ديال انك تكون انت عميله ديالهم او لا تشتغلي الاجنده ديالهم؟ كيفاش طرح عليك هذه المساله؟ شنو هو المقابل؟ كيفاش عرض عليك؟ حطينا اكثر في الصوره، كيفاش قال لك؟ عرض عليا الطريقه يعني بحالاش تكلم معايا في البدايه. اي بحالاش تكلم معايا بس بخلي، يعني احنا ضروري احنا تقاليدنا الصحراويه، اي صحراوي تلقاه صحراويه اللي يسلم عليك ترد عليه السلام. قال لي ما عرفتيني، قلت له بداي، قال لي انا راني يعني ساكن في تيندوف، انا في القياده ديال البوليزاريو، وشتك تعاني بعض المشاكل مع كولونيل ماجور بالمخابرات العسكريه المغربيه، ونحنا مشينا لك في العيون. فعلا ديجا مشاو لي في العيون واحد الشخص هناك استقطبني لهم يعني باش نتكلم معهم، ما عطيته وقت فعلا.
يعني هما خلال الخرجات ديالك الاعلاميه ربما مع المنبر ديالنا ارسلوا لك شخص في مدينه العيون باش انه يستقطبك خلال المشكل ديالك ملي كان مطروح. هادشي اللي كاين طبعا حاول عده مرات تقريبا 6 مرات في العين، كل مره نقيس العيون يحاول يستقطبني بواحد الطريقه اللي هي سلسه، بواحد الطريقه اللي يكحل، يبغي يكحل قلبي على يعني على دولتي المغرب، يبغي يكحل قلبي على يعني على المسؤولين بالمغرب، فهمت؟ لكن ما عطيته فرصه طبعا. وهذا اللي لقيتهم في اسبانيا حتى هو يعني على علم يعني كيفاش يعني كان كيفاش كنتعامل انا مع لي سيباراتيست، يعني معروفه عني مغربيه، يعني مغربيه حره. واخا حاولوا يستقطبوك في مدينة العيون ما نجحوش في ذلك رغم المحاولات المتكررة، طلعتي لإسبانيا وهي الواقعة اللي وقعت مؤخرا، كتقولي بأن جا عندك شخص كيقول وراك البطاقة تثبت بأنه يشتغل مع المخابرات ديال بوليزاريو. أنا بغيتك تزيدي تحطيني في الصورة، كيفاش طلب منك هاد الخدمة هذه؟ كيفاش قال لك؟ اوكي، هذا الشخص قال عنه يسكن في تيندوف، قال عنه جاي هنا لا عطله لاسبانيا، قال عنه يسكن في تيندوف، نعت لي الهويه ديالو، نعت لي بطاقه التعريف ديالو ديال بوليزاريو، ونعت لي جواز سفر دبلوماسي، ونعت لي بطاقه انه يشتغل. عنده جواز سفر دبلوماسي ديال وراه لك جواز سفر دبلوماسي جزائري، ايه، والبطاقه الوطنيه ديال بوليزاريو، ايه، شنو قال لك؟ ديال العمل ديال بوليزاريو، قال لي نشتغل معاهم عندهم يتهلاو فيا ويعطوني منصب زين ونعود نمشي معاهم هوك وهوك وندافع، يعني نعود يعني ماشي نعود مندسه في المغرب، يعني نعود بالعلالي مسؤوله مع البوليزاريو، يعني حكم لي موضوع الاكراهات اللي زازت عليا في المغرب. وشنو طلب منك؟ انك تخرجي تهجمي اكثر على المؤسسات الامنيه ولا شنو بالضبط؟ لا، طلب مني يعني نبقى دائما يعني نبقى دائما على خلاف مع هذا المسؤول العسكري اللي بلاجيك. تصعدي من الخلاف ديالك، تصعدي من الخلاف ديالك معاه. الخلاف، وطلب مني كذلك عني نرفد العلم ديال البوليزاري هون باسبانيا، عرض عليا مبلغ جد مهم، قال لي في واحد لابلاصه في مدريد، قال لي تمشي ترفدي لنا العلم ديالهم. هادشي هذا ديال انك ترفعي العلم وتصعدي من الخلاف ديالك اللي كان مع مسؤول عسكري، واللي كنتي في كم حلقه كنتي كتقولي بان الخلاف بين المغاربه ولا يحق للاجنبي التدخل فيه. طبعا شنو المقابل، نقدروا نقولوا المقابل اللي عرض عليك مقابل هادشي هذا، شنو قال لك كمقابل؟ قال لي عن عندنا دي بري اللي هما زي يعني أثمنة خاصة للناشطات الصحراويات اللي جو من داخل يعني المغرب. علاش؟ شحال مثلا؟ أنا دريك عندي قضية مع مسؤول، كانت عندي قضية مع مسؤول عسكري بلاجيد، مسؤول رفيع المستوى يعني ما هو شوي. هذه بالنسبة لهم هما يعني ضربة للدولة المغربية، لكن أنا ما أعطيتهم فرصة أنهم يعني يستغلوا هذه القضية. كيف ما قلت في البداية قضيتي وطنية وبقات وطنية وانفتحت الى حدود الساعة ما قلتيش لي واش ما عرضتش عليك مثلا شي ثمن ولا غير كان اغراء فقط؟ ما قالكش الثمن بالضبط باش نعرفوا الاثمنه اللي كيعطيو هما وصافي. درابو 50 مليون باش تهزي درابو 50 مليون مغربية؟ هذه قال لي غير ترفدي العلم ديال بوليزاريو 50 مليون زيد، وقال لي قال لي في البداية تبداي معانا بالدرابو ديال بوليزاريو ودير اعتذار لقيادة البوليزاريو على انك كنتي خائنة ورجعتي لعقلك ورجعتي يعني ضميرك صحا وندمتي عن انك خنتي الصحراويين وعنك ذا كامل كنتي تعدلي، حتى لو ديبان اللي كنت درت ضد المسؤول ديالهم اللي في باريس قالوا لي خاصك تكلمي عنه وتطلبي منه اعتذار، يعني تطلبيه في المنابر الاعلامية وعنهم اللي يخطوني في قناة جزائرية. يعني تكون الخرجة ديالك او الانقلاب ديالك يكون في قناه جزائريه، وبالتالي شحال يكون الثمن ديال هذا الشيء، هذا التراجع او الانقلاب اللي كيتمناوه هما، شحال عطاوك فيه بينما الدرابو قالوا لك 50 مليون؟ شحال قال لي الدرابو مثلا عندك 50 مليون مغربيه غير ترفدي غير الدرابو، يعني اي نشاط عدلتي مع البوليزاريو ولا يعود الثمن ديالو ثمن معقول، وكانت اغراءات يعني يقول لك نعدلوا لك ونوفروا لك السكن باسبانيا ونوفروا لك يعني المعيشه ديالك نتكلفوا لك بها واللي كامل بغيتيه كون ابنائك يسكنوا في اسبانيا ونعدلوا لك، فهمت؟ يعني كيلعبوا على العامل المادي. انت
انتي بطبيعة الحال باش قابلتي ديك الجلسة اللي هو حاول انه يدخل معاك هاد الافكار كاملة الانفصالية، كيفاش انتي واجهتي هاد الافكار هادو؟ اولا واجهتها باستهزاء، لاني ابدا عائشة رحال ما تقبل انها تخون وطنها، وإلا خنت وطني فعلا ان الرابور اللي كانوا عدل في حقي سابقا انه راهو حق، فانا متشبثه بقضيتي ومتشبثه بوطنيتي ما نتنازل عنه. وقد قلتها نوبه عندك انت في واحد اللايف، قلت عن كل شيء الا الوطنيه ديالي ما يقيسها لي حتى شي واحد، قطيت قلتها ومازلت نقولها، مازلت نبغي نقول بوليزاريو، لا دوك بوليزاريو اللي في العيون في صاليو الداخل اللي يقولوا عائشه رحال مريضه نفسيا، لانني ماني مع البوليزاريو ولا البوليزاريو براسهم اللي في قياده البوليزاريو ولا المخابرات الجزائريه اللي عادت متبعه موضوعي. نقول لهم عن عائشه رحال سيتي فغي صحراوي ماروكان، جو سوي صحراوي ماروكان اي جو سوي فيغ دو ليتر، وعني ما محشمتني عني مغربيه، وابدا ماني لاهي نخون وطني ولاني لاهي نخون ولاني لاهي نخون مولي ملكي، هذه يالتهم يعرفوها. هذا فيما يخص الشق الاول من الحلقه، تكلمنا على هذه محاولات ديال الاستقطاب ديال البوليزاريو بطبيعه الحال اللي هما تبعوا القضيه، قاموا بالتتبع ديال هذه القضيه ديال الخلاف ديالك مع الكولونيل الماجور اللي نعم تبعوها حتى يعني قبالة تبعوها بحذافرها بأدق تفاصيلها، هما ما عرفوش بأن جميع تفاصيل عليك جميع اللايفات تكلموا لي عنها. اللايفات اللي كنا كنديرو أنا وياك ربما اللي عدلنا في القناة ديالك أيه عدلنا في الحلقات تكلموا لي عن في الحلقات بالتفصيل يعني كاملين حافظينهم. ما جبدوش لك انايا قالوا لك مثلا على ذاك الشخص ولا كذا، ما تكلموش لك على علي انا كنت كنتكلموا معاك انت. قالوا لي هذاك راه لا مخلص الدوله المغربيه باش شنو؟ باش يظهرك معاه وباش يظهر عنه واقف معاك، غير حتى هو راه لا مع المخزن وما ولا يعاونك ولا يوقف معاك. ايوا قول لهم الدوله المغربيه مخلصه وغادي يخرج يتكلم على مسؤول عسكري كبير، ما يمكنش. وهذا هو تفكيرهم، يعني حتى التفكير ديالهم حتى المنطق ديالهم مغلوط من البدايه. اللي نورمالمون مخلص ما غاديش يخرج يفضح مثلا خروقات اولا الخرق ديال القانون ديال واحد المسؤول عسكري، ما غاديش يتكلم على هذه المساله هذه، غادي يغمض عينه كيف ما كنقولوا، ولكن حنا راه اللي كاين كنقولوه، وبالتالي هو الحق اخذ في اخر المطاف وتحل المشكل بشكل اللي هو ويديه هنا، غير باش كيتبين بان الكذب الحبل ديال الكذب ديالهم دائما هو حبل قصير. اخت عائشه رحال كنتي معنا في حلقه نورتينا بمجموعه من المستجدات في القضيه ديالك والخلاف ديالك اللي ولله الحمد تحل مع الكولونيل ماجور بطريقه كانت جد رائعه، بطريقه كانت حضاريه واخلاقيه ايضا. شكرا لك الاخت عائشه رحال كنتي معنا في حلقه، شكرا لك. شكرا لك والتوفيق ان شاء الله ومزيد من العطاء والتوفيق لقناتكم. بارك الله فيك. اذا نتلاقاو الاخوه الكرام في حلقه مقبله، والسلام عليكم ورحمه الله.